من قسم هل تظن أن وظيفتك سيئة؟ نقدم لك الوظائف العشر الأكثر إرهاقاً في العالم. جميعنا يشعر بالتوتر والإرهاق في العمل من حين لآخر. إذا كنت ذلك الشخص المحظوظ الذي لم يمر بذلك، تهانينا. أما بالنسبة للبقية، فحاولوا أن تجدوا راحة في فكرة أن وظيفتكم ليست في قائمة الوظائف العشر الأكثر إرهاقاً وفقاً لموقع كارير كاست، إلا إذا كنت مذيع أخبار أو طيار بالطبع. وابقوا معنا لمعرفة المكافأة التي سنقدمها لكم، حيث سنسمي الوظيفة الأكثر إرهاقاً على الإطلاق والتي لسبب ما لم تكن في التصنيف الرسمي. ولكن قبل أن نبدأ، خصص بعض الوقت للاشتراك في قناتنا وتشغيل إشعارات المقاطع الجديدة لتواكب مستجداتنا. ضغط. سنقوم بالعد التنازلي من الرقم 10. سائق الأجرة. مهلا، هل تخاطبني؟ قد تبدو مهنة سائق الأجرة مهمة سهلة. كل ما عليك فعله أخذ الناس إلى المكان الذي يريدونه، ومع وجود التقنيات الحديثة لا يتعين عليك حتى أن تزعج نفسك بتخطيط المسار بنفسك. حسنا، إن التعامل مع الركاب العنيدين والمعتوهين والسكارى إلى جانب زحمة المرور يجعل وظيفة سائق الأجرة في المرتبة العاشرة على قائمة الوظائف الأكثر إرهاقا لسبب وجيه. أضف إلى ما ذكرته أن متوسط راتب سائق الأجرة 24,300 دولار، وهذا ليس مجز مقابل كل التحديات التي يواجهها. وستفهم لماذا حصل سائق الأجرة على 48.11 نقطة لمستوى الإرهاق. قبل أن ننتقل إلى النقطة التالية، سأوضح نقاط مستوى الإرهاق هذه. وضع موقع كارير كاست هذه النقاط للوظائف استنادا على نتائج استطلاع حصرها، وهي وفقا لأحد عشر عاملا رئيسيا: مقدار السفر، وتلبية مواعيد التسليم، والعمل في أعين الجماهير العامة، والمنافسة، والاحتياجات البدنية، والظروف البيئية، والخطر المواجه، ووضع حياتك وحياة الآخرين في خطر، والاضطرار إلى التعامل مع العملاء أو العامة، والنمو الوظيفي المتوقع، والأسوأ تغيير الحفاضات. أنا أمزح. جميع الوظائف 200 التي حللها الموقع حصلت على نقاط لكل من العوامل الموجودة فيها. 9. كبير المسؤولين التنفيذيين في الشركة. قد تتساءل، ما الذي يمكن أن يقلقك إذا كنت في أعلى سلم الشركة وتتلقى راتبا ثقيلا؟ الجواب كل شيء. للحفاظ على سير عمل المنظمة بسلاسة، يجب على كبير المسؤولين التنفيذيين العمل لساعات طويلة واتخاذ قرارات تؤثر على المنظمة وجميع موظفيها، ومحاولة البقاء في عالم الشركة التنافسي. أعني من لا يريد أن يكون المدير ويحصل على دخل بحوالي 181,210 دولارات. لذلك فإن المنافسة للوصول إلى القمة شرسة، وبمجرد الوصول إلى هناك لا يمكنك أن تتنفس الصعداء وترتاح، بل سيكون عليك الفوز باحترام موظفيك وتعلم كيفية تحفيز الأشخاص الذين يكرهونك. وهذا يجعل 48.71 نقطة في مستوى الإرهاق منطقية. 8. مسؤول العلاقات العامة. يتولى مسؤول العلاقات العامة مسؤولية سمعة العملاء الذين يعملون لصالحهم، ويجب عليهم أن يكونوا مستعدين للعمل لساعات طويلة في أي وقت من اليوم. وكما تعلم، فالسمعة ليس لها أي مراحة أو عطلة، كما أن التعامل مع الشخصيات العامة والمشاهير وإدارة شؤونهم ليسوا بالأمر الهين. وقد يصبح العملاء غير سعداء، أو قد يكونوا غاضبين حتى، كما أن الصحفيين الذين يتعين عليهم التعامل معهم قد يكونون مزعجين للغاية. أضف إلى ذلك الكثير من السفر والترحيب الحار، وستعرف سبب حصول مسؤولي العلاقات العامة على حوالي 107,320 دولارا سنويا، و 49.44 نقطة إرهاق. 7. مذيع الأخبار. إن مواجهة الكاميرا والتحدث للعامة أمر مرهق، وينبغي على مذيع الأخبار التلفزيونية مواجهة كلا الأمرين يوميا، من كونه جاهزا طوال اليوم ليكون أمام الكاميرا في حالة ظهور أخبار عاجلة، إلى مواجهة الشخصيات ذات السلطة وطرح الأسئلة الصعبة عليهم،
وهذه ليست مهمة سهلة وقد تؤثر سلبا على أي شخص. المنافسة في هذا المجال ضخمة، حيث أن الكثير يريدون أن يكونوا في دائرة الضوء ويفضلون العمل مع قناة تلفزيونية شعبية. أولئك الذين يفوزون بوظيفة الأستوديو يحصلون على ما متوسطه 56,680 دولارا سنويا مقابل عملهم الشاق، وتحصل هذه الوظيفة على 49.83 نقطة على مقياس الضغط. 6. المراسل الصحفي. هل حلمت شخصيا بأن تصبح مراسلا صحفيا؟ اضغط زر الإعجاب إذا كانت إجابتك نعم. تتجول باحثا عن الأخبار المثيرة كما هو الحال في الأفلام. حسنا، فالحقيقة مختلفة تماما، وغالبا ما يعمل المراسلون الصحفيون في مناطق معادية لساعات طويلة مع مواعيد تسليم صارمة وأجر منخفض نسبيا، وغالبا ما يضطرون إلى إجراء مقابلات مع أشخاص ليسوا على استعداد للتحدث معهم بعبارة ملطفة. بالإضافة إلى ذلك، في السنوات الأخيرة أصبحت صناعة الصحف تكافح لمواكبة عصر الإنترنت، لذلك فإن تسريح العمال هناك أصبح شائعا جدا. إذا كنت لا تزال تفكر في الحصول على هذه الوظيفة، فاستعد للحصول على دخل سنوي قدره 37,820 دولارا ومواجهة 49.90 نقطة إرهاق. 5. منسق الفعاليات. يتوظف منسق الفعاليات للأحداث المهمة لعملائهم فقط، ما يعني أن كل شيء في الفعالية يجب أن يكون مثاليا، سواء كان ذلك اجتماع شركة أو حفل زفاف. يرغب العملاء دائما في أن يكون كل شيء مثاليا، وللبقاء في هذه الصناعة من المهم امتلاك مهارات تواصل جيدة ومهارات حل مشاكل ممتازة. أنت لا تعرف أبداً ما الخطأ الذي يمكن أن يحدث في أي فعالية بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين يتعين عليك التعامل معهم في كل شيء لتكون الفعالية مثالية. يمكن لأي شخص، من متعهد تقديم الطعام إلى الشخص المسؤول عن نظام الصوت، أن يخذلك، وسيتعين عليك إصلاح كل ذلك مع ابتسامة على وجهك. ستحصل على مكافأة قدرها 47,350 دولارا سنويا، ولكن سيتعين عليك التعامل مع 51.15 نقطة إرهاق. هل تذكر تلك الوظيفة الأكثر إرهاقا والتي ذكرت أنها ليست موجودة في التصنيف الرسمي؟ هل يمكنك تخمين ما هي هذه الوظيفة؟ لا يزال لديك متسع من الوقت للتفكير في الإجابة، والتي سأكشف عنها في بضع دقائق. 4. ضابط الشرطة. لن تشكك في سبب وجود هذه الوظيفة في القائمة، أليس كذلك؟ لدى ضباط الشرطة الكثير من المهام، ومن المؤكد أن ساعات العمل الغريبة والتعامل مع العناصر المارقة في المجتمع ومساعدة أي شخص عند وقوع أحداث سيئة يسبب الكثير من الضغط لضباط الشرطة. بالإضافة إلى ذلك، ولا سيما في الآونة الأخيرة، أصبح المجتمع لا يوافق على تصرفات بعض رجال الشرطة. حسناً، على الأقل يحصل الشرطي على أمن وظيفي أفضل ودخل ثابت يبلغ حوالي 61,600 دولار في السنة. مستوى الإرهاق هنا 51.97 نقطة إرهاق. 3. الطيار. مرة أخرى، يمكن جدا تفهم مستوى الإرهاق المؤلف من 61.7 نقطة إرهاق والمعطى لهذه الوظيفة، كونه الشخص الوحيد المسؤول عن سلامة مئات ركاب والطيران لساعات طويلة إلى جانب سوء الأحوال الجوية، وهذا يمكن أن يكون مرهقا للغاية للطيار. يفقد السفر معظم رومانسيته وسحره عندما يصبح نشاطا روتينيا. إضافة إلى ذلك، من الصعب جدا العمل لدى أهم شركات الطيران نظرا لأن المنافسة في هذا المجال جنونية جدا، ولكن قد تجد راتب السنوي وقدره 105,270 دولارا مجزيا للغاية رغم ذلك. 2. رجل الإطفاء. لا أحد ينكر أن مكافحة الحرائق مهنة مرهقة، يخاطر رجال الإطفاء بحياتهم يوميا لإنقاذ حياة الآخرين مقابل راتب سنوي قدره 48,030 دولارا
وللأسف يموت حوالي 70 من رجال الإطفاء في الخدمة كل عام وفقا لإحصاءات إدارة الحرائق في الولايات المتحدة. إن الحاجة إلى اتخاذ قرارات في نفس اللحظة في الظروف الخطرة وإعطاء الوظيفة جميع قوتك البدنية تجعل هذه المهنة رقم 2 في القائمة مع 72.43 نقطة إرهاق. 1. العسكري المجند. في حين أن الخدمة في القوات المسلحة أمر يبعث على الفخر، لكن الانقطاع الطويل عن الوطن والعائلة جنبا إلى جنب مع كونه في منطقة حرب يشاهد الأصدقاء والزملاء يصابون أو يفقدون حياتهم قد يكونون مرهقين جدا جسديا وذهنيا للجندي. بالإضافة إلى ذلك قد يكون من الصعب جدا العودة إلى الحياة المدنية والعثور على مكانك في سوق العمل بمجرد الانتهاء من خدمتك. إن متوسط الراتب لهذه الوظيفة الفخرية والمحفوفة بالمخاطر ليس مثيرا للإعجاب، حيث يبلغ 26,054 دولارا سنويا، بالإضافة إلى 72.47 نقطة من مستوى الإرهاق. والآن إليك المكافأة، الوظيفة الأكثر إرهاقا. حسنا، هل تعتقد أنك تعرف الإجابة؟ ما عليك سوى إلقاء نظرة على هذه الصورة قبل وبعد وستعرف سبب ذكر رئيس الولايات المتحدة هنا. في بعض الأحيان يمكن أن يكون العمل الأكثر إرهاقا ذلك العمل المرهق جدا لدرجة أنه لا يظهر في أي من استطلاعات الرأي للوظيفة الأكثر إرهاقا، ربما لأنه في أي وقت سيكون هناك رئيس واحد فقط للولايات المتحدة. ما الوظيفة الأكثر إرهاقا في رأيك؟ بالنسبة لي أعتقد أنها وظيفة جليسة الأطفال مع توأم أو شخص متخصص في تفكيك القنابل. نرجو منك مشاركتنا اختيارك في التعليقات أدناه، أعطي هذا الفيديو إعجابا إذا كنت قد وجدته مثيرا للاهتمام، وأرسل رابطه لأصدقائك الذين غالبا ما يتذمرون من وظائفهم. إذا كنت جديدا على قناتنا لا تنسى الاشتراك فيها للبقاء دائما في الجانب المشرق من الحياة.